اسمع يا حبيبي، سابك دول مش يهبوك، دول أول واحد يسيب أنت، دول زي مش موجود. الله الله، شايف يا حاج يوسف صورتك منورة. إيه مالك؟ بعدين في الراجل الصعب ده البيه ماله؟ جاب قرار بهدم المقام. مش ده طلبك من زمان؟ ايوه، بس دي عايز ينقل الشبابين كلها ويستفرد باللي تحت كله، بعد ما طمعته وقلت له انه تحت المقام كنوز. والجبابين هتروح فين؟ هيتعمل جبابين جديدة وعظم ناسنا. انت عاوز تفتح علينا جهنم؟ ما انا حاسس كده، هو دي المغرز. ابن المركوب طلع شيطان، عايز الحزب يرشحني والناس تعرف حكاية الجبابين تسقطني وابقى انا تحت درسه. وهيعمل كده ليه؟ معرفش، يمكن حد وزع علينا. ايه، وهتعمل ايه في الخازوق ده؟ الا الناس يا احمد، الا الناس، ما اخسرهمش ابدا. انا عايش وسطيهم وبيهم، لازم نعطلوها. والحجه ايه؟ كرامات الخواجه. واه، صدقت فيها؟ لا لا، والعمر صدق ابدا، بس المصلحه تحكم. شيء اقول لهم هيهدوا قبور ناسكم ويطلعوا عظمهم. ما تحطيش ملح في الشوربه يا زينب عشان ستك. حاضر يا امه. مستعجل ليه؟ ما تقعد جاري. ما انا جارك. ها، اروح فين؟ خلاص حجيني. عايزاني حجيك ايه؟ حجيني زي ما كنت بحجيك زمان. عايزاني حجيك ايه؟ اي حاجه. فاكر ليله المداح والخواجه؟ فاكر لما استنيتك للصبح على قدمي؟ ايوه فاكر. خلاص حجيني. ايه ليله المداح والخواجه دي يا ستي؟ ليله التربوش والبنطلون القصير. لا يما، ليله التربوش والبنطلون القصير دي كتله تانية. كيه حقه ليلتها. لا يما، ليلة الطربوش دي كانت قبلها. جود جود كمال. I love cat. أنا يحب كتة. عارف يا خواجة إن الجودة هتبقى عفاريت بالليل؟ لا حبيبي، مش فيها عفاريت. جاهز للحفظ؟ لا، ما أنا زهقان كمال. أنا عاوز يفسح. تتفسح فين يا خواجة؟ هي بلدنا فيها فسحة. ممكن نروح سوهاج؟ بس نرجع بدري عشان أمي. حاضر حبيبي، نرجع بدري. يلا. تعال يا كمال، تعال حبيبي. الدكتور ده؟ لا، دي مش دكتور حبيبي. أنا خايف جوا خواجة. أنت ما يخاف كمال، أنا معاك حبيبي. وقف حركة، وقف نرفز، إيتك إيتك كمال، إيتك حبيبي. وريني يا ابوي. ها، ده الخواجه صح؟ صح.
وانت اللي جاره. اه شفت ابوك كان حلو ازاي زمان؟ قمر. فاكراها الصوره دي زي دلوك. طب ابوي كان لابس ايه والخواجه لابس ايه؟ ابوكي كان لابس يا ترى انت فين يا مكفي؟ دي العشيه جات. يا الصلاه على النبي الصلاه على النبي، ايه ده اللي لبسك كده؟ الخواجه، ما هو ده اللي اخرني. وايه ده، طربوش احمر؟ وايه ده كمان؟ نزلني جو، عاوزه اقلع. لا لا ما تقلعش، عايزه اتفرج عليك. عاوزه اقلعه. ما تقلعش قلتلك. وكنت فين وجيت منين يا كمال افندي؟ قولي. هقول عزيزتي كافي، وحشتيني، مرت فترة طويلة لم أبعث لك فيها، ليس عن قسوة قلب حبيبتي ولا عن جحود، لكن كانت هناك أشياء تشغلني كثيرا، أشياء حدثت وتحدث من أول ذهابي إلى السودان. هناك كاثرين قابلت أناس غيروا في حياة هربرت، بل غيروا هربرت نفسه، غيروه إلى عبد القادر. عبد القادر؟ نعم، على اسم رجل طيب قابلته في السودان وأحببته. هربرت تغير كثيرا كافي، لم يعد يسعى إلى الموت، بل أصبح يخاف على أحبابه منه. وسافرت إلى مصر بعد السودان. أنا الآن أكتب لك من صعيد مصر، مرفق مع الخطاب صورة تجمعني بطفل صغير صعيدي ذكي اسمه كمال. لم ينجب هربرت يا كاثي كما تعلمين، لكن كمال الصغير جعلني أبا. صحتي الآن جيدة جداً، لا أتوكأ على عصا ولا أشرب الخمر، لأني كما قلت لك من قبل أصبحت الآن عبد القادر. أتمنى أن تكوني سعيدة حبيبتي. عبد القادر دوبرفيلد. لماذا هربرت فقط هو من بعث لي خطابا؟ لماذا لم يرسل جون أو تشارلز لي خطابا مثله؟ لكن من هو عبد القادر؟ صباح الخير مدام كاثرين. صباح النور. لقد أتيت حسب الميعاد. أي ميعاد؟ آه، هل أتيت بالأوراق التي طلبتها منك؟ جميع الأوراق اللازمة للوصية. هل تساعدين يا فتاتي سيدة سقط منها تفاح؟ كان يوما يغري هذا الرجل الذي يقبلك.
صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا متري. هي متري في ايه؟ وحياتك ما تزعل يا حاج، وحيات الغاليين عندك ما تزعل يا شيخ. زعلني ليه؟ في ايه؟ هينقلوا الجبابين ويهدوا التراب ويعملوا الكوبري. فين الكلام ده؟ اهو المنشور اهو، هيهدوا التراب ويعملوا كوبري. استغفر الله العظيم. ربك يعمل لي فيه الخير. شكلك جاي زعلان، تبقى عارف. أمي تعبانة قوي متري، والخبر دي كمل عليا. لا بعد الشر عليها، ربنا يحط يده ويشفيها. يا رب. أما عن الجبابين والطرب فزي ما تقول دي يعني خوفي قل عن زمان. إيش معنى يا كمال؟ لأنه مش هيحصل اللي ربنا عايزه. لا يقع في ملكه إلا ما يريد، صح؟ صح، الرب قادر. روح روح يا حاج كمال، حلفتك بالغاليين يا شيخ لا تقوم تروح دلوقت. قوم قوم. كتر خيرك يا مدري. سيبوا ميتنا في حالهم. ايه يا مصعب؟ ما تخلص اللودر. كفته عطلت يا باشمهندس. ايه يعني ايه كفته عطلت؟ انت اللي خايف مش عارف تسوقها. يعني يعجبكم كده؟ يرضى ربنا ده؟ مالك يا استاذ سيد؟ هندرسوا العيال ايه احنا؟ هنعلمهم ليه؟ عشان يطلعوا بهتين عديم القيمه والرجوله؟ يا راجل مالك؟ لا تسقيني كاس الحياه بذله يا اخي، واحنا مسدودين لحرق ابوهم ومش عايزين يطلعوا من البلد. واحنا مالنا ومال الاحتلال يا استاذ سيد؟ ده احنا اساس تدعل. الانجليز ضحكوا علينا، وعدونا وخلوا بينا، قالوا هيحاربوا على ارضنا نظير ان احنا ناخدوا الاستقلال، وفي الاخر خدنا ايه؟ خازوق. احنا لازم يبقى لنا موقف، وبتاع العلم لازم يبقى راجل عنده دم. محدش يقدر يختلف معاك في الكلام ده يا استاذ مودة. الوطن مش محتاج كلام. ولا مقاومة الاحتلال فكرة عايزة اقناع يا استاذ ابراهيم. زي ما ربنا خلقنا في البلد دي، زي ما خلق فينا شعور ان اهالينا مش للغرب. الوشيجة اللي بيننا وبين الوطن لا تقل عن وشيجة الرحم. ناوي عليه بس يا استاذ سيد. أقول ايوه يا باشا، كرامات ايه يا باشا؟ انت بيخيل عليك الحاجات دي؟ مفيش كرامات ولا حاجه. الناس دي بتستعبط، وسواق اللودر ده قاصد، والله العظيم قاصد. واني هتصرف، معلش يا باشا، واني هتصرف. بالسلامه بالسلامه يا باشا. يا مصعد. نعم. انت لو ما هددتش المقام دلوقت انا هسحلك. وانا مش مسامح على عمري يا باشمهندس. كده طيب انزل انت. انا ههده. كرامات وكلام فارغ. بركاتك يا حوادي. مدد مدد مدد. انت يا اخر تاني كمان. انا مش قال انت لازم ما ياخر تاني. انا مش هاجي عندك تاني يا خواجه. ليه حبيبي؟ عشان انت خواجه وانجليزي. ماله انجليزي وخواجه؟ ماله كيف؟ انجليزي يعني من الانجليز، والاستاذ سيد فهمي وده قال الانجليز قاعدين في بلدنا بظلم، لازم يمشوا من البلد. الانجليز يعني احتلال وعفشي. بس كمان مش كل انجليزي وحش. يعني ايه؟ انجليزي تبقى عفش ولازم تمشي من بلدنا اللي هي مش بلدكم. احتلال هو وحش كمان. احتلال دي افش. لكن مش كل انجليز وحش ولا افش. والانجليزي والاحتلالي كلكم واحد. اسمع كمال، انا يهم موسيقى صح؟ صح يا خالد. المان قتل الانجليز كتير، قتل اخوي وجوز اختي، بس مش كل المان وهس. في فاجنر، في بيتهوفن، في باخ. مين دول يا خالد؟ ما اعرفهم.
دول ألمان كمان، لكن ما قتلت. دول عمل موسيقى جميل أنا يحب ويسمعه. يعني إيه؟ يعني أنت ما يقدر يقول كله حلو أو كله وحش. أنت ما يقدر يقول إنجليز وحش وسعيدي حلو. في سعيدي حلو وسعيدي وحش، إنجليزي حلو وإنجليزي وحش. كله عفش، كلكم عفشي، وأنت إنجليزي وأنا مش هشيلك تاني. سلام. يعني إيه يا يوسف بيه؟ دول أموات يا سعادة البيه، أموات طاهرين والناس مش هتسكت، وديك شفت بعينيك اللودر عطل. يا يوسف بيه دي قرارات وزارية لازم تتنفذ، مش هزار. قرارات الوزارة على راس يا سعادة البيه، لكن نعملوا إيه؟ وبعدين يا حاج يوسف، ده أنت الكبير هنا وكلمتك نافذة. إلا في دي يا بيه، ده حب التربة والناس مش هتسكت. وأنتوا كمان بديتوا بالمقام، ودي غلطة. وديك شفت الحصن. انت برضو بتصدق في حكاية المقامات دي يا حاج؟ يا سعادة البيه مدير الامن، المثل بيقول المية تكذب الغطاس، لا طواري نافعة ولا اللوادر، ما قص غير انكم تضربوه بالطيارات من فوق. دول اولياء الله يا سعادة البيه، اولياء الله مش اي حد. طب انا هتصرف ازاي دلوقتي يا يوسف بيه؟ ارجوك قول لي ايه العمل. بلغهم سيادتك في مصر. الحوش، يلا الحوش، يلا اولاد الحوش، يلا الحوش يا اولاد معايا، يلا يلا اولاد. ولد ولد ولد، تعال اقعد. اسمعوا يا اولاد، انتوا الامل، انتوا المستقبل. عيال المدارس في مصر واسكندريه بحري هيطلعوا يقولوا يسكت الاحتلال، يسكت الانجليز، تعيش مصر حره مستقله، وانتوا مش اقل منهم. فاهمين ولا لا؟ لا يا شباب. البلد دي بلدنا احنا، مش بلد حد تاني، لا بلد اتراك ولا بلد انجليز ولا بلد اي حد غيرهم. وعدونا بعد الحرب العالميه الثانيه يخرجوا من بلدنا ويسيبوها، وخليوا بينا ودونا خازوق، ولازم الكبير والصغير يطلع ويقول يسكت الاحتلال، يسكت الانجليز. فاهمين ولا لا؟ لا يا عمي. كمان لازم يفهم مش كل انجليزي افش. كمان مش كل مصري لازم يبقى طيب. مش كل ألمانيا إفش. كيف بيتهوفن يبقى إفش؟ تاني يا أستاذ مودة، قلنا هنا مكان علم، مكان علم، مدرسة ابتدائي، يعني عيال صغيرة. وتالت وعاشر يا حضرة الناظر. طب العيل اللي هيطلع مع الأستاذ مودة أنا هخطم رقبته، وقبل اليوم الدراسي مش هيحصل. وأنا عجول، العيل الراجل اللي شارب من لبن أمه وفي وش أبوه شنب يطلع معايا ويقول يسكت الاحتلال، يسكت الانجليز، يسكت الاحتلال، يسكت الانجليز. بقى يسكت الانجليز. طب اللي هيقول كده قبل اليوم الدراسي هيسقط الامتحان. قلتوا ايه؟ يسكت الانجليز. تعيش مصر حرة مستقلة، 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 ويسكت الاستعمار، تعيش مصر حرة. افتح يا عبد الله. تعيش مصر حرة مستقلة، تعيش مصر حرة مستقلة، تعيش مصر حرة مستقلة، يسكت الاحتلال، يسكت الاحتلال، يسكت الاحتلال، يسكت الاحتلال، يسكت الانجليز، يسكت الانجليز. تعيش مصر حرة مستقلة، تعيش مصر حرة مستقلة، تعيش مصر حرة مستقلة، تعيش مصر حرة مستقلة. يسكت الانجليز، يسكت الانجليز، يسكت الانجليز، يسكت الانجليز. تعيش مصر حرة مستقلة، تعيش مصر حرة مستقلة. يسكت الاحتلال، يسكت الاحتلال، يسكت الاحتلال، يسكت الاحتلال. تعيش مصر حرة مستقلة، تعيش مصر حرة
مستقلة. تعيش مصر حرة مستقلة. تعيش مصر حرة مستقلة. يسقط الاحتلال. يسقط الاحتلال. يسقط الاحتلال. يسقط الاحتلال. تعيش مصر حرة مستقلة. تعيش مصر حرة مستقلة. ايه الدوشة دي؟ ايه دي العيال بتاعت المدرسة طالعة في مظاهرات يا عم الحاج عبد الظاهر. مظاهرات ليه؟ مين زعلهم؟ إيه مظاهرات ضد الانجليز يا حاج. ومال حرج ابوهم هم الانجليز؟ وبعدين دي مدرسة ابوه يعني؟ ولا مدرسة حرج ابوهم؟ إيه مدرسة حرج ابوك انت يا حاج. موت! قول لهم يعودوا من مطرح ما جو. مشوهم. هيقعونا مع الانجليز كمان. وقت احمد ويوسف. طلعهم فوق. قال يسقط الانجليز يعني. من ينجح مين يا أولاد الكلب؟ عيش مصر حرة مستقلة. عيش مصر حرة مستقلة. يسقط الاحتلال. يسقط الاحتلال. عيش مصر حرة مستقلة. عيش مصر حرة مستقلة. يسقط الاحتلال. ريدي. يسقط الاحتلال. يسكت الإنجليز. يسكت الإنجليز. يسكت الاستعمار الإنجليزي. يسكت الاستعمار الإنجليزي. تعيش مصر حرة مستقلة. تعيش مصر حرة مستقلة. وأنتم شفتوا أنا وقفت ضد الحكومة كلها إلا أمواتنا وحبايبنا. حرمة الميت زي حرمة الحي. ربنا يحميك ويبارك فيك. يوسف بيه 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 يوسف بيه. سعادة الباشا الكبير كبير الحزب. عرفت تكسب يا يوسف جدع. عموما الحزب يحب الرجال، لكن لو الموميا طلعت بره انا هتحلك. أها 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 نشأت باشا عبد اللطيف عاوز يقول لكم كلمة. نشأت بيه قول كلمة لصعايدة هم سامعينك على الميكروفون دلوقتي. وأنا من موقعي ده أحب أقول لكم إن يوسف ابن الحزب، وأنا بحييكم وأوعدكم إن مشاريع الأدبية هتكون من نصيب بلالة. الله أكبر الله أكبر. يوسف بيه يوسف بيه سامع يا سعادة الباشا. الناس هتحبني كتير جدع يا يوسف. تعجبني هتنجح، لكن لو لعبت معايا تاني هتشوف. في أمان الله يا باشا في أمان الله. اقفل السماعة. يوسف بيه يوسف بيه يوسف بيه. من هذا؟ لقد كان في مظاهرات. مظاهرات؟ كيف يكون هذا في مظاهرات؟ نعم لقد كنت في المظاهرات. كنت في المظاهرات؟ لماذا؟ حتى أقول يسقط الاستعمار، يسقط الإنجليز، عاشت مصر حرة مستقلة. يسقط الاستعمار، يسقط الإنجليز، عاشت مصر حرة مستقلة. خذوا من الحجز الآن. أنا احترمت الجو يا خواجة. شكراً يا أفندي. شكراً. اتنين مرة. مرتين؟ مرتين ليه يا خواجة؟ مرة واحد عشان أنتي خارج مع أولاد صغير عشان هو يقول رأيه. مرة اتنين عشان أنتي بعت مانا هوب ما كماش. أنت تملك حس مرهف وإحساس إنساني قوي وروح متوقدة تطوق للأكمل يا خواجة. أنا يحس أنت يقول الكلام كويس مدى فندي. شكراً. سيشهد التاريخ على ارتفاع أصواتنا معاً بالحق يا مستر عبد القادر. أنا يبلو يا ربي. اختيارك للإسلام ديناً وللغة العربية حباً ووقوفك ضد بني جلدتك من المستعمرين انحيازاً للحق يجعلني أشعر بالفخر حين التقيت بشخصياتك العظيمة يا مستر عبد القادر. انت يعرف يقول سارة هوب مدفني؟ اي نعم. احبك يا ليلى محبة عاشق
عليه جميع المصعبات تهون. أحبك حبا لو تحبين مثله، أصابك من وجد علي جنون. يعني إيه مدفندي؟ يعني هو هيحبها حب بيخلي صعب سهل، حب لو حبته هي حب زيه كانت اتجنت زيه. اتجنت من حب مدفندي؟ أمال إيه؟ حلو، قول تاني، قول كلام نفسه تاني. أقول أحبك يا ليلى محبة عاشق، عليه جميع المصعبات تهون. أحبك حبا لو تحبين مثله، أصابك من وجد علي جنون. جنون، حلو حلو قوي. خواجة عبد القادر اطلع كلم. عشان انجليزي بنخرجوك، عشان انجليزي. طب يسقط انجليز، يسقط الاستعمار، يسقط انجليز. الاسم هيربرت دوبرفيلد، الجنسية بريطاني. أريد توضيحا مستر دوبرفيلد. توضيحا لماذا يا سيدي؟ الاسم هيربرت دوبرفيلد مظبوط، الجنسية بريطاني مظبوط. بريطانيا تقدم مظاهرة، بريطاني ينادي بسقوط انجليز. ماذا يعني هذا مستر هيربرت؟ يعني يسقط الانجليز يا سيدي. انت تكره اهلك وبلدك مستر هيربرت؟ لا لا، انا اكره الاستعمار، الاحتلال والظلم. اكره ان يحتل بشر بشرا اخرين. انت اكيد من مجانين الحرب. لم أكن أعلم أن من يقول الحق مجنون. المجنون يا سيدي هو من يغتصب أرضاً ليست له. هل تعرف أنه بإمكاني أن أسجنك وأن أعذبك أكثر من غيرك مستر هيربرت، لأنك خائن للتاج البريطاني؟ لو أن احترامي لنفسي ولقيم بلدي الأصلية تجعلني خائناً أنا موافق. دعني أسألك سؤالاً يا سيدي، لو أن ألمانيا احتلت بريطانيا العظمى، هل أكون خائناً عندما أهتف يسقط الاحتلال الألماني ولتعش بريطانيا حرة مستقلة؟ أنت أدخل. حاج عبد الزاهر يا جناب الباشا الكومندان. دكالو الخواجة تبع جناب الكومندان وأنا تبعكم، والاحتلال على رأسنا من فوق، بس هو أبوه ميت وأعصابه تعبانة شوي. تدمنوا هاج عبد الظاهر؟ أيوة يا خواجة، ده خواجة زيكم ورجل محترم. أنت مش يدمن هاج عبد الظاهر عشان أنا مش عامل حاجة غلط. يسكت الاحتلال، يسكت الإنجليز. شايف؟ شايف هاج عبد الظاهر؟ يا أبوي يبوس على البرنيطة، هو يشتري البلد وإحنا نشيلوها في عينينا. يسكت الاحتلال الإنجليزي. يلا يا خواجة، يلا يا خواجة. يسكت الاحتلال الإنجليزي. زعلان، زعلان على الخطر. يسكت الاحتلال الإنجليزي. يلا يا خواجة. يسكت الاحتلال الإنجليزي. اللي عايشوفك عطبل كده ما يقولش إنك صابر. لو تعرفي كم شنب عيدوروا على صابر اللي قاعد عيطبل عندك أشهوية. اوه قد كده عاشقني يا صابر. الموت في صدرك أرحم من الموت بعيد يا شهوية. عامل لك لقمة. مش أنا قابلت خواجة هيصلي؟ الخمرة دارت راسك. دار الدقيق، انا لو شربت بحر النيل خمره راسي زي ما هي. فاهمه ولا لا؟ فاهمه يا سابع، فاهمه. خواجه وعيصلي وماله، الدنيا مليانه عجاي. الضابط والكركبه اللي معاها كانت محاوطه بيته وانا جواه. وكيف ما اتمسكتش؟ قال لهم صبر عندي جوا هيتوضى. كمان قال لهم وما صدقوهوش، ضحكوا وسابوه. صدقوا نتجاك. ايوه خواجه ويعرف ربنا كيف معرفش.
كلنا نعرف ربي. نعرفه كيف يا بتاعت خلق الله؟ نومتك وقومتك بالنقطة. بابه مفتوح للغلابة يا صابر، جبرني حالة على الحرام، لكن عيني عمرها ما تاهت عن بابه. وناوية ميتة تخبط على بابها لما صدرك يكرمش ورجليك المبرومة برمدي تكر على الأرض كر. أول ما تبطل أنت كتلف الناس هبطل أنا. قلت لك يا شهوية تبقي لصابر بس وتجيني من السنة للسنة وأسف تراب. بكرة التراب يملى عينيكي في الجبانة. كلنا هنموت. أنت جاي تعيش معاي ولا جاي تموتني بالحياة؟ هتدي نفسي عنك ليه؟ على رأيك امسكي. إيه اللي فتح السيرة المسخة دي؟ الخواجة اللي هيصلي وما عيدوكش نقطة خمرة. كلنا في حكم سيدك. واه عتخافي من ربنا يا شهوية؟ ما اخافش غير منه يا صابر. يتحرق الخواجة على ليلته السودة، هتخلي الواحد يزهد فيك ليه؟ قفلي على الحديث الماسخ ده. جرب جرب جرب. بعد عني يا شهوية. واه واه هتبكي وهتبكي ليه يا بنت المركوب؟ ما عارفاش ابكي وخلاص. طب ثلاثة بالله العظيم ما تقوم ترقص. قوم قوم ارقص يا شهوية، قوم عشاني عشان. يلا يلا يا شهوية يلا. جرح اربط رجلي يا بنت لوسي. اصبر عليك اصبر عليك يا سيد. سيد مرحبا 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 يا حاج. فينكم يا ولد؟ مش باينين. تحت النظر يا حاج. لا جيتوا تباركوا بسلامة محمد ولا حاجة؟ أنا تحت النظر يا حاج، أول ما طلبت جينا. صح، اقعد تفضل. سافرت مصر وهناك سلمت الحاجة للبيه وخدتوا الشوالين وسبتوهم مطرح ما قلت. حصل؟ حصل. شعت أخوي يجيب الشوالين، طلعوا ردة وجرانين. يبقى أخوك سرقك يا حاج. إحنا معاك لنا سنين، لا عمرنا فتشنا سر ولا يدنا تمدت على جنيه. واخوي طول عمره معاي. حقك تقول اكتر من كده، بيوتنا قدامك وبيت اخوك قدامك، واللي تلاقي عنده مالك فينا رقابته تحت رجليك. يعني ايه؟ يعني فتش بيوتنا وفتش بيته، واللي تلاقي عنده فلوسك يستاهل، والشغلانه ما بيننا ما فيها الزعل. صح، انا هفتش بيته ولو الفلوس طلعت عنده هتتجاب لحد هنا، لحد يعرف جد كيف، ولا حد فيكم يفكرني بالحكايه دي التاني. حاضر. وان ما طلعتش عنده هتبقى عندكم، حتى لو بيوتكم فاضيه هتجيبوها وعليكم فوقيها حق ثمن ودم. رقبتنا بيها. تفضل. هفضي بيته وابلغكم. وهتفضي بيته كيه؟ عندي حاجه ما تخصكوش.